السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة الخبز فعلا بطريقة سهلة وكيجي زوين بزاف. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 500 غرام ديال الفرينة أو الفرش، غنحتاجو الملحة على حسب الذوق، كاس العنبة ديال الفينو، عندي هنا واحد الخليط فيه نص كاس ديال الحليب ومعلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، خلطهم مع معلقة كبيرة ديال السكر وخليتهم هكا حوالي 10 دقائق باش يتخمروا. غنحتاجو 4 معالق كبار ديال الزيت والماء على حسب الخليط. غادي نداو على بركة الله. غنوضعو الفرينة، نزيدو عليها الفينو والملحة، نخلطو مزيان هكا، ومن بعد نضيفو الخليط ديال الحليب، نزيدو 4 معالق كبار ديال الزيت، غنخلطو جميع المقادير هكا مزيان. دابا نضيفو شويه الماء دافي، ولكن ننصح لكم تمشيو غير بشويه بشويه بالتدريج. نخلطو هكا مزيان، نزيد عليه شوية الماء هكا. دابا غنعجنوه شوية لمدة 5 حتى 10 دقائق. غندهن يديا بشوية الزيت باش يخرج زوين هاد الخبز. هذا خصكم ضروري تعجنوه على الأقل 5 دقائق هكا على بلون طرافاي. ما تخافوش من العجينه، دهنوا يديكم بالزيت وتخدموه على بلون طرافاي ساهل كما تشوفوا معايا. خصكم تقربوا هاد لا تيكستور هادي. دابا غادي نخليوه يرتاح. انا غادي نديرو في هاد الصلادي، ما تنساوش دهنوه بشويه الزيت قبل. خص العجينه ديالكم تكون هكا. غنخليوه يخمر لمدة نص ساعة او حتى يدوب لي من الحجم ديالو. بعد ما خليناه يخمر نص ساعة ها كيفاش تيجي. دابا غنقلعو ليه الغاز. دابا غادي نكوروه. انا درت لي بتي بان، ولكن يمكن ليكم تديرو الحجم اللي بغيتو. نحطهم في البلاطو، نقرصوه هكا. دابا غنغطيو عليه ونخليوه يتخمر مرة تانية حوالي 10 حتى 15 دقائق. غادي نطيبوه في المقلاة. انا عندي هنا واحد المقلاة كهربائية، ولكن يمكن ليكم تطيبوه في المقلاة عادية. نخليوه يطيب على الجهة الأولى ومن بعد نقلبوه. ها كيفاش تيجي، ما شاء الله زوين وبنين في المذاق. غنوري لكم كيفاش تيجي من داخل. ها شوفوا معايا، ما شاء الله زوين. الوصفة ديالنا انتهت، نتمنى انها عجبت لكم. شكرا على المشاهدة. ما تنسوش ديروا اللايكات وتخليوا الكومنتار، تشاركوا معايا على القناة وبيان سور على انستغرام. السلام عليكم، بيزو، تشاو.